شاركت وزارة الثقافة في احتفالات المملكة بيوم العلم من خلال فعالياتها الثقافية والفنية النوعية. هذا التقرير يرصد لكم أبرزها. شفنا كيف أولا كان العلم من أول علم في المملكة العربية السعودية إلى آخر علم اللي هو الحالي، وشفنا كيف أحجام العلم زي عندكم كذا، يعلم كيف حجمه وكيف يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف يعني حجمها، وعندك سيارة المواكب يعني يوديك سيارة كيف حجمها، ويوديك هنا عندك هنا تقدر تصور مكان رائع جدا. عزك يا وطن حلوة، ويوم العلم أحلى، وبلدي يعزه، الله يديم البلاد. ونشكر وزارة الثقافة على هذا الحدث، المعارض جميلة جدا. احنا جينا، أنا جيت على أساس التسوق وتفاجأت بالحدث هذا، وأنا كملت ترى من الساعة 4 العصر وما ودك تطلع من المكان. فشكرا لهم على سواء التنظيم أو الترتيب أو الفعالية، العروض الموجودة متنوعة، ولهم كل الشكر والتقدير على هذه. ونطلع للمزيد، احنا ترى شعب طموح، شعب طويق، احنا كل مرة كل سنة نطمح للأكثر. وبرضو ترى رسالة لكم، كل سنة نطمح لتغطية أفضل.